يا عم بقى خش قولي لي خش تودي لي قلب ايفو تودي مانشيت 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 طب سوبر سوفليكس سوبر سوفليكس سوبر سوفليكس يا عم فنش بقى الماتش بقى اديله كده في دماغه خده في خدك واقعد اديله مفيش خالص انا تعبت والله العظيم تعبت من الست دي هتجنني قاعده ساعتين ساعتين مفيش فايده عليها قد كده مفنجله طب انت متاكد من الدواء اللي جبته ده يعني اشطب ايوه متاكد الدكتور قال لي البرشام ده لو اي لو ديناصور خده هيقع على الارض كده وتشيله زي الارنب يوه امال ايه طيب انت مش عارف مش عارف مالها الست دي روح يا سماح روح اعملها كوبايه تانية لاج ربع كوبايه يا اخويا انا خاف قلبها يقف من الدواء ده ولا حاجه يا ستي ده احنا قلبنا هيقف والله قلبنا هيقف منها والله هتجيب لنا الشلل هتعمل لنا الشلل قاعدة بتلعب مصارعة مع الكنبة بره ماسكة الكنبة جابتها ست مرات لمسة كتاف على الأرض دي قربت تاكل السفنج بتاع الكنبة الدكتور قال لي لو فيل بزلومة خده زلومة هتقع على الأرض منه يا لهوي لا هو فيل ولا ديناصور أي حيوان قذر تايه في الشارع هياخده وهيقع إلا دي مش عايزة تقع بس كتير كده قنشطه كتير لا يجرى لها حاجه انا اول مره اشوف واحده تمشي على حواجبها في الصاله دي مشيت على حواجبها يا ناس تعبت منها اجري يا سماح روحي استني يا خالتي استني طب ده استنى شويه لا يمكن يكون مثلا الدواء ده بياخد وقت عبال ما يعمل مفعول ولا حاجه ريحي ضهرك كبيسه الست دي هتموتنا كلنا طب خلاص بقى نعمل لها كوبايه كمان بقى وامرنا لله ايوه كوبايه كمان بس نزود لها الدوز بقى المره دي شويه ندلعها كده بتلات اربع حبات الشريط كله جحده